بلقطات مثيرة للدهشة، يتصارع خنزيران بريان فيما بينهما، ربما على أكل نباتات أو ما شابه ذلك، أو حتى على فريسة. وكما يبدو أن الخنزيران في المشهد متمتعان بميزة الوزن والطول وأيضاً قوة عض قوية جداً. في أثناء صراعهما دون انتباه لما يدور حولهما، يأتي النمر بخطوات ثابتة وواثقة، متمتعاً بساقين قصيرتين وضخامة الحجم، وبشكله الجميل المنقط يرصد أحد الخنازير البرية، وعلى حسب توقيته المناسب بدأ بملاحقة الخنزير بسرعة فائقة محاولاً الالتقاط به وإصابته. بين خنخنة الفريسة وهي بفكي المفترس وسمجرة المفترس مع حركات دفاع وهجوم من الطرفين، وبعد طول عناء تمكن النمر من التقاط فريسته وغرس أنيابه الحادة في جسده ليبدأ بالتهامه ورفع راية الانتصار في هذه الجولة المخيفة.